10/12/2012 بيت سحم بعد أن قصفت قوات الطاغية بشار الأسد براجمات الصواريخ والهاون دمار السيارات والأبنية السكنية في بيت سحم. الله أكبر، لم يبقى محل إلا وقد دمروه. الله أكبر على كل من طغى وتكبر، لم يبقى شيء من هذه الأبنية، أصبحت الأبنية السكنية غير قابلة للسكن. جميع هذه الأبنية قد دمرت، عشرات السيارات، سيارة لم يبقى منها شيء، سيارتين، ثلاثة. الله أكبر. هذا المنزل وقد حرق بالكامل، عشرات الأبنية لم يبقى منها شيء. يا الله، من لا غيرك يا الله. جميع المحلات وقد دمرت بالكامل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.